FM. الكلمة ليك مستر تك. اهلا وسهلا بكم في المستر تك. كما كنت نذكر ان بكري اذا كان تابعوا الاخبار نتاعنا توا تنجموا تروحوا معنا دوز انفيتاسيون للسالون ناسيونال دو لانفورماتيك دو لا بيروتيك اي دي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون اللي باش تصير في الشرقيه في الشرقيه من نهار 25 حتى نهار 29 نوفمبر. دونك تابعوا مليح وسؤال ساهل برشا من بعد دونك نبداو بالخبر الاولاني ملي بعد مده ملي خرجت التابلت الجديده متاع أبل اللي هي آيباد برو أكبر تابلت صنعتها الشركة الأمريكية العملاقة. لكن للأسف الفروم غلاو نهارين اللي فاتوا وشالوا اللي خاطر ثم برشا واللي خاطر ثم برشا مشاكل واجهتهم الشركة هذية وواجهتهم بلوتو التابلت آيباد برو. دونك البروبليم اللي حكيوا عليه لماجوريتي متاع الناس اللي شريت الآيباد برو اللي الليكرون تدفع وحدها وما تعملش رياكسيون وقت اللي تبدا كونيكتي بالسيكتور via son chargeur. دونك وقت اللي تحط الشارجور التابلت ما تعمل حتى رياكسيون الليكرون تدفع وحدها. دونك هذه مشكله كبيره بالنسبه للابل بعد اللي هي عملت اكبر تابلت واكثر تقريبا تابلت بويسون في العالم الى حد الان. لكن الجروب نتاع تيم كوك هو توقع قاعدين يخدموا على حل ومازال ما ثم حتى شيء بور مومون. مشكله ماهيش معناها كما نقولوا ايزولي على روحها، ما ان شاء الله يلقاو حل للمشكله هذه. نحكيو على فايرفوكس. اي فايرفوكس اليوم قاعده تخدم باستراتيجيه جديده حسب ما قالوا هما انهم باش يفسخوا سيرتان فونكسيون باش يولي رابيد اكثر. نعرفوا اللي ما ثم حتى نافيغاتور الى حد الان اقوى من جوجل كروم، لكن الشركه اليوم قالت لازمني نعمل برشا موديفيكاسيونات باش نجم على الاقل نخفف شويه في النافيغاتور نتاعي. دونك السؤال المطروح الان فايرفوكس اذا كان باش يفسخ لي فونكسيون هذوما باش يفقد المكانه نتاعو. اذا كان تعرفوا شنو هما لي فونكسيون نجم تقول انه باش يفقدهم على خاطر من اهم حاجه لي زونغلي غروبي باش يتم الغائهم يفوا بوتوت ابارتير من 1 ديسمبر. كيف حتى لي تيم كيما اللي موجودين في جوجل كروم تختار تيم مثلا للنافيغاتور نتاعك. توا فايرفوكس قالت لك ما عادش ثما دي تيم باش يمشي تيم ستوندار اكاهو، ما عادش ثما دي زونغلي زايدين. دونك فايرفوكس حاب يخفف شويه لكن نجم يخسر المكان نتاعو بارمي لي نافيغاتور الموجودين. نحكيو على المونتر كونيكتي LG 4G Urban Second Edition، حكينا عليها الجمعة ونص اللي فاتت. دونك يتو اليوم يتم إلغاء البيع متاعها. المونجلة هذه لا بلو كونيكتي تاو دو موند، مونجلة قوية برشا تنجم تكونيكتي حتى بكارت سيم فيها إكران 480x480 حاجة عالمية تقريبا فيها توت أوبسيون تنجم حتى اللي هي تبنن عليك وترقدك مونجلة ياسر طيارة. لكن اليوم وقفوا البيعان متاعها على خاطر الشركة لقات ديفو في الماتريال، ديفو ماتريال تسمى اللي لقاوه سيرفيس كاليتي بتاع ال جي. دونك المونجلة قوية برشا تنجم تكون كونكتي حتى بكارت سيم، كارت سيم جمال لكن ماهيش باش تتباع. كانت تكون بريفيو ديسبونيبل في 2016 لكن إلى حد الآن ما ثم حتى ديكلاراسيون وحتى توضيح من ال جي حتى يلقاو شنو المشكل اللي في المونجلة هذيا. نحكيو على اخر اخبار اليوم يخص السمارت فون اليوم اللي هواوي مات 8 هذا جديد حكينا عليه كيف جمعتين التلي تليفون هذا دوبا هبطت الانونس نتاعو. سمارت فون من اقوى ما فما الى حد الان في العالم. دونك السيت انترنت اللي مختصين في اللي تيست نتاع السمارت فون قالوا اللي المات 8 نجم يكون اقوى حتى من سامسونج جالاكسي S6 ايدج. دونك على خاطر فما دي كاركتيرستيك اقوى برشا من التليفونات الاخرين حتى اقوى زاده من الايفون 7 بلس. دونك نحكيو على رام توصل حتى ل 3 جيجا، نحكيو على بروسيسور عالمي والفينيسيون زاد نتاعو طياره برشا. تليفون مزيان لكن مازال سمو ماهوش محدود الى حد الان. وانا طوندون التليفون هذا باش يخرج باش يعمل بوز. سمو مازال موش محدود ولا ما تحددش؟ يعني نقصد موش محدود، مازال نجم يكون فوق نجم يكون لوتا، مازال ما مازال موش موش في حد سمو نتاعو. دونك ونزيد نذكر اللي ثم لو 25 حتى لو 29 لا 29 عندي ياسر مشاكل مع النوامر انا. الدورة 26 برشا جوا سالون انترناسيونال دو لانفورماتيك اي دو لا بيوتيك اي دي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون. دونك هذه من 25 ل 29 في الشركة
كاع. دونك سؤالي لليوم تنجموا تربحوا معنا دوز انفيتاسيون سهله برشا للناس المغرومه بالانفورماتيك وتو سكي تكنولوجي. على شنو حكيت انا اليوم؟ تعطيني حاجه من ثلاثه حاجات اللي حكيت عليها انا اليوم اللي يطلبنا اللوناني يربح دو تيكي. ثم السؤال الاخير شنو يخدم الهاشم الحامجي؟ ابي نستر في فيسبوك. يعطيك الصحه كانت هذه المستر كابا فان الكلمه ليك.